تفضل ابن عمي. ايش وديات؟ بدك شي للطول؟ بدي سلامتك ابن عمي. يلا بخاطرك. يعني رح تشتاقي لي قبل ما ارجع؟ خلص ابن عمي لا تخجلني. لك يستني خجلان انا. بدك شيء؟ مهونة ابن عمي. لا انت ولا القعدة معك ولاش بقى؟ ولا القعدة مع سعاد احلى يا تسلمي لي. هلا بدي افهم، انت مين عزمك على كتب كتاب دلال؟ مين عزمك؟ يوه انا ما حدا بيعزمني. انا برفس الباب برجلي وبفوت امتى ما بدي وين ما بدي يا انزكي. لك تنكسر اجرك انت والساعه اللي فتي فيها لبيت سعاد. شو انت مالك حالي عنا لتخربي بيت بنتي؟ بيت بنتي؟ وليش ما اخرب لبيتها لسعاد؟ هلا انت بدك تخربي بيت سعاد؟ ريتك تقبري حالك. والله الحجر اللي ما بيعجبك بفجك يا ام زكي. اذا حطيتها ببالي مو بس بيتها بخرب لها وبيت ولادها كلياتهم. المهم ما حدا يقرب ناحي وناح بنتي لطفية. قولي لها هيك لسعاد. يلي ما بده حدا يقرب ناحه بيحبب الناس فيه، مو بيربي عداوة وبيشعل النار حتى يخرب بيوت العالم. والله اللي بدق الباب بيسمع الجواب. ايه تصطفلي يلي بدك يا ساوي. ها وحياة هدول، اذا ما انخرب بيتك وبيت بنتك لأطلع انا بالحارة بالقرعة. وينكم؟ شو هاد؟ قولي استغفر الله العظيم. لك يا مرتخي ما بيصير هيك. الله يرضى عليك استري حالك. انت مالك ساكنة لحالك بالبيت؟ هي اسمها اللي التربية. هي شبك شبك ليش عم تعيي؟ من مرتخي اللي مالها ساترة حالها. لك شو بده الواحد يحكي معها؟ شو بده الواحد يحكي معها؟ وانت ما تقول يلا قبل ما تفوت. قلت وعيطت، شو بدي سمع اهل الحارة اني فايت على بيتي؟ طيب ليش رجع بكير؟ تعطلنا وما في شغل، شو بدك يعني ضل سايح بالسقايه من قرنه لقرنه لحتى يصير وقت تفكي على البيت يا مو؟ ما بيصير يا مو، فهميها ثاني مره ما تشيل قطع الداسه، لانه اذا بتشوفها بالقرعه ما راح اسكتها، والله العظيم ما راح اسكت. وانت لازم يلاقي لك ابوك حل بقى لشغلك الدائر. العبي اللي لتقدمه قالي للتربايه كمان. هو هيك قال؟ سأل لأمك وأنا ما قبلت أحكي معه ولا كلمة لحتى ما يقولوا عني إني فتانة ورماية بلبية لحمة. لك أنت شلون بتسمح لحالك تحكي مع مرتي هيك؟ شلون؟ شبك فايت يا قاتل يا مقتول؟ شو ما سمعتي شو حكى مع مرتي اليوم يا مو؟ روق قول لمرتك تستر حالها، هي ما لها ساكنة حالها بالبيت. مرتي مستورة بس أنت اللي فايت على البيت لحم ولا دستور. أنا قلت يا الله أكثر من مرة، بس يمكن هي ما سمعت، أنا شو بدي أعمل إذا هي؟ يكون بعلمك ما بسمع لحدا يحكي معها، ما حدا قال له كلمة عليها غيري، فهمت ولا ما فهمت؟ وهي تعمل حساب لسلفة اللي بالبيت، ولا كل الحق صار على أخوك وهي ما عليها شيء؟ يبعت لحم ما تسلق بدنها سلق، دغري فتنتلك؟ شو ما بدك إياها تاخذ راحتها بالبيت كمان يا مو؟ وقت بتكون ساكنة لحالها، تعمل اللي بدها إياه، أما تتفتل عندي هون بالبيت بدون غطا على راسها، لا ما بسمح لها. بعدين بدل ما تنبسط من اخوك لانه خايف على عرضك جاي عم تخانقه وبدك تضربه كمان، شو هاد يا؟ انا مو قصدي ازعله، بس الاصول ما يحكي مع شي. انا شو هون خشخيشه؟ انا وين كرامتي قدام مرتي؟ وين؟ عجبك هيك يا مو؟ عجبك هيك؟ معلش يا مو معلش، طول بالك عليه، بضل اخوك الكبير. شو هالجيل هاد بيزعلوا أهلهم كرمال مرتهم. شفت حتى أمك جاي معه. يعني الصراحة لطفية كان لازم تنتبهي وتتغطي. يعني هلأ صار حق علي أنا؟ حق عليكي وعليه، مفروض تعملي حسابك. يعني أنا مين الترباية مو هيك؟ هلأ خلصنا بطوط، خلصنا، لا تكبريها، شغلة وصاري. يعني أنت مو هامك، هالمرة سبني تاني مرة بيضربني. لك شو يضربي؟ ما يمد إيده عليكي لأخلع له رقبته. يلا لطوف يلا روحي غسلي وشك. يلا قوام. يلا هيك ما راح يمشي الحال. عيني بلشت مشاكل ولا الوهمة ولا أردي بالبيت. خلينا نبعد عصابة ومرته عن البيت. لك عيني خليه معتز ياخد راحته بالفوتة والطلع. شو بدك تساوي ابن عمي؟
عم بفكر سكنه بالبيت الفاضي. انو بيت؟ البيت تبعك سعاد وانت انتي عن مرحوم ابوكي. بيت ململم وصغير وعلى قد عظام لطفية بالوقت الحاضر. انا ما بسكن حدا فيه ولطفية ما بتدوسه. ليش بقى؟ شان الله ابن عمي لا تجيب لي سيرته. انا هيك بدي خليه فاضي ولطفية ما لفوتي عليه ابدا. انت حرة بيت بيتك وانت حرة فيه مثل بدك. صباح على خير. ابن عمي شو روح لعند امي اليوم؟ اجليها هلا. الله يخليك ابن عمي والله اشتقت لها. لسه ما صار لي كم يوم رايحه لعندها. شاء الله ابن عمي. خلاص برجع باختي. امتى بدك ترجع؟ ما بطول ما بطول. يلا بخاطري. مهونة يا ابن عمي مع السلامة. أنا بشيل الفران جايبكم الخبزات. وقلتي له العصام إنك رايحة لعند أمك ولا رايحة من جونك؟ معلوم مرت عمي قلت له الصبح قبل ما يروح على الدكان وهو وافق. ومين بده يوصلك؟ على أساس يجي عصام يوصلني. مرت عمي معلش يروح لحالي؟ تروحي لحالك؟ هذا اللي ناقصنا تمشي بالحارة. وشو فيها مرت عمي؟ بيتي بآخر الحارة فشختين بصير بقلبه. روحي روحي اشلحي ملايتك. نحنا ما عنا نسوان تمشي بالطرقات؟ شو بدهم يقولوا عنك الناس؟ زقية وشطاطة؟ بس يا مرت عمي. خلاص أنا شو قلت؟ روحي على أوضتك وبس يجي عصام هو بياخدك لعند أمك. يلا لشوف. حاضر. شيكي حلمة انت وامك والله ما بطيئك ولا بطيئة. انا عندك مالي قيمة. صدقيني لطوف ما بطيت حك راسي. كفت علينا الزباين كفت على قص شعر وحلاق الدقن وشو بيعرفني. ايه وانا شو دخلني؟ انت وعدتني تيجي تاخذني لعند امي. بعدين شو فيها اذا رحت لحالي ولا انك بدك تمشي كلمتها على مرت ابنها الكبير؟ هلا لا كبريه لطوف. الاصول ما تروحي لحالي. يعني امي معها حق ما تبعتك لحالك بالزقاق. ايه معلش معلش انت تعا مع امك وتركني انا اتعذب لحالي. الله يسامحك يا امي. هلا روقي لطوف. خلص بكره اخذك لعند امك. يلا فرديها. ايه والله مين حلو انت زعلانه. ايه ها تسلم لي هالضحكه. يلا يلا يا ابن عمي عجلي تاخرت على الدكان. يلا ها خليكي جزت. بدك شي يا مو؟ سلامتك يا مو. بدك شي مرت عمي؟ ترجعي بالسلامة. يلا يلا.